دونك مكرموا وشهرزاد ولات هذه خدمتكم انكم تجيبوا ناس تعملوا لهم سيركوي تخلصوا عليها بالطبيعه. وي توا رجعنا لتونس ساخ في تونس وساخ لبرا فين بدينا نخدموا في نحضروا في البلاتفورم نتاعنا اللي هي وان تو تريب. شهرزاد سي او تو تحكي لنا اكثر على وان تو تريب كان تحب. دونك في العامين هذوكم عملنا انفيرون 15 فواياج احنا مشاو معنا تقريبا 260 شخص في الكوميونيتي نتاعنا دايوغ من توانسه ولا غير توانسه؟ الاكثريه توانسه ما توانسه وغير توانسه دايوغ بور موا هذاك اكبر تريزور خرجنا به نوجه لهم تحيه كبيره برشا. دونك من بعد العامين ان سيغتان مومون اي ومن بعد احنا بين بعضنا خاطر لا روتين ما نحبوهاش حتى في لو مود دو في ما لازمش تكون فما روتين. دونك من بعد بدينا نخمو كيفاش اي توا وقيت نبداو نخمو في ومن بعد. دونك جاتنا فكره ابار لي فواياج اللي نعملوهم احنا قلنا كيف ما احنا فما دي بلوغر اخرين عباد اخرين تبعهم وعندهم دي تيم اخرين كيما مثلا يوغا كيما لو تيم كولينير وكل شيء فما عباد تبعهم وفما عباد ماذا بيهم يعيشوا معاهم اون اكسبيريونس. D'où j'ai fait One to Trip, c'est une plateforme de voyage qui brise la barrière entre les blogueurs, ou les créateurs de contenu, ou les leaders de communauté, ou la communauté en leur offrant des choses, des circuits marrants classiques, ou les marboutines directement le mode de voyage, plutôt le gramme. Par une blogueuse yoga, ou la communauté, ils ont une retraite spirituelle dans le Hind. Ils ont fait yoga dans le Hind. Un blogueur culinaire, ils ont fait un stage de fabrication de sushi au Japon. Voilà. Donc, c'est des circuits à thème. Exactement. Donc, tu as des créateurs de contenu, des blogueurs twins, qui sont dans le monde arabe, dans Libye, dans l'Ordonie, dans le Msar, ou tout ça. ووقت اللي جاتنا الفكرة احنا وقتها مازلنا في كوريا. دونك نقصفوا في الفريز ونحكيوا في البروجي نتاعنا وبدينا نحضروا هو منا وانا منا وبدينا نحضروا في الفكرة وكيفاش باش نردوها شنو كيس كون فاوفخيغ للي بلوغور وللعباد وكل شيء. دونك انتر تون من وقتها من ديسمبر حتى للي روحنا في جوان كنا نخدموا فيك الخدمه العاديه نتاعنا بور بوفوار سو ديبلاسي و اون ميم تو نخدموا على البروجي نتاعنا. حضرنا البيتش حضرنا البيزنس بلان حضرنا تو سكي غولاتيف ال فيزابيليتي نتاع البروجي نتاعنا. دونك فينالمون كي روحنا لتونس ما روحناش من صفر روحنا عندنا مشروع حياتنا والمشروع اللي خلينا العيشه اللي نحلموا بها نعيشوها واحنا اون ميم تو معناها فيفرو سا باسيون اي فيفرو دو سا باسيون. انت زاد حسين فهمنا اللي صفر يفرحك برشا فهمنا اللي انت تجردت تقريبا من الماديات باش تعيش الحلمه نتاعك يعني هذا يتنافى مع الحب والزواج والاستقرار. بون مش نعطي اجابه دبلوماسيه خاطر امي تتفرج. لا ما نحبش اجابه دبلوماسيه. لا 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 هما نحب فينالمون تكون الحلقه فرصه باش انك تواجه الوالده وتقول لها شنو اللي في ذهنك بالضبط. لا 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 اللي في ذهني كيف مثلا كيف في ذهن مكرم قبل ما يخطب شهرزاد معناها دونك عادي معناها دونك يلزمك تلقى شهرزاد نتاعك. لا هاني نحاول انا شخصيا لا هي قعدت لا لا مش هذاك المشكل خاطر سي ان كونسيبت ديفيرون خاطر الحب ديجا هما ديجا يلزم زوز يحبوا بعضهم وبعد ابخي ثم مفاهمه خاطر ثم دي كونسيسيون. يعني اذا كان عندكم مثلا نفس الغرام كيف شهر هذا دوما توميو اذا كان ماهوش نفس الغرام دونك تولي هي زاد تعطي دي كونسيسيون بارابور انت الحاجه تحبها وانت زاد سوبر هي زاد تكون عندها غرام اخر ولا كارير ولا هو زاد تعطي لي ميم كونسيسيون معناها دونك ماهيش تسافر وحدك انت. اي سافر وحدك خاطر مكرم قبيله قال كي نبداو سنين يبدا خير. تسافر وحدك وتحب تسافر وحدك خاطر يختلفوا السفرات بين انك تسافر وحدك انك تسافر اون كوبل انك تسافر في جروب يعني تختلف السفره. هل انك من النوع اللي ما تحب كان تسافر وحدك؟ شهرزاد نتاعك اون فيت ديما شوف انا السفر معناها حتى اون كوبل جربته حتى في معناها مع اصحابي جربته مي لا بلوبار لي فواياج اللي عندي ها هي مرت صدعكم الكل ان شاء الله. هذه وين؟ هذه وين؟ هذه في على الحدود بين تايلاند وبورما ميانمار
ميانمار. بورما ميانمار. ميانمار. كيفاش؟ عاد قلت لك أكثرية وحدك ثم مارج ليبرتي أكثر بصراحة. علاش؟ خاطر ديما كيف ما قلت لك ثم جانب ارتجالي في السفرة، ثم امبروفيزاسيون. ما تحبش شكون يحكم فيك ولا مش حتى ولا مش حتى يحكم. يحكم فيك يعني ما عينكش باش تعمل دي كونسيسيون، أنك تعمل تنازلات ربما اللي ما عينكش فيهم. لا ثم دي زيكسبيريونس مثلا تنجم تحط حياتك أنت أون بيريل فيهم. وثما ما مشى نو شنو كيفاش نجم تحط حياتكم؟ لا مثلا مشيت في الافريك دو سود كيف استاسيو هذايا غطست خدمت في سونتر تاع افيك لي روكان عندي غرام بالحيوان غمره لاباس دونك في مثلا ما نجمش مثلا فرسي عابد حاجه تخوفه ولا كذا دونك جو بريفير بروندر ما بروبر ريسبونسابيلتي في الحكايه هذيك وان بليس حتى كي تمشي انت كي تسافر بارفوا سو بو تمشي لبلاصه ما تعجبكش دونك تشوف حكايه اخرى تبطل تحب وساعات تمشي لبلاصه مثلا تعجبك برشا دونك تحاول تعدي فيها برشا وقت فهمت سامباتيك صديقك اللي وراك يعني انت سي جوست معناها بور لا فوتو ولا لا لا سي 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 فوتو ريال هذيك لا فهمت اللي سي فوتو ريال عينيك على كتفك شويه ولا عادي انك انت عادي اون فيت انا ديجا خاطر عندي غرام كبير ياسر بالحيوانات دونك ديما نمشي في سكون ابل انكونترز انيمالز ديما نحب نمشي ونقرب بالحيوانات في محيط الطبيعي دونك شوي كونتر لو كونسيبت دي زو دونك ديما اي اكسبيديسيون ولا حاجه حتى افيك دي سيانتيفيك ولا كل شيء دونك كيف هذايا لهنا دونك خدمت في سنتر في تايلاند يتلهاو بالفيوله اللي عندهم خاطر تعرف ثم اندستري نتاع توريزم كبيره ياسر في تايلاند دونك ثم سنتر راح نتلهاو بالفيوله مثلا اللي عندهم مشاكل والمرضى وكذا دونك الحيوان ديما اللي يعيش مغامرات من النوع هذا ما عادش يخاف بالكل يعني قضيت على الخوف ولا تتعامل معاه؟ لا جي اون كومبريونسيون ميور عندي فهم اكثر خاطر مثلا احنا ديما الحيوانات مثلا ديما نقول واحنا انا بالنسبه لي اخطر واحد هو الانسان معناها فهمت دونك ديما الحيوان حتى كي تمشي انت تقرا الحيوان تفهم الناتور نتاعو كيفاش يخمم تاخذ لي بريكوسيون نتاعو وتحاول تحميه خاطر اون فيت احنا اللي نضروا في الحيوانات مش هما الحيوانات اللي يضروا فينا دونك ديما حتى كي نقربهم دونك سي ايتيدي سي معناها سي افيك دي زيكسبير وكل شيء معناها Mais ça fait rêver tout ça. Houssem, n'est-ce pas que tu as trouvé le calb? Un calb. Le calb, c'est quoi? Je vais vous dire, mais ce n'est pas calb, c'est un choix. ينجم ينجم يكون مثلا يعني انت بالنسبه ليك حياتك هذه اللي اخترتها اللي قاعده تعيش فيها اليوم هل اني باش تكون بدل حياه ما عندكش طريقه اخرى نموت ونعيش نموت ونعيش حياه اخرى كي حياه نعيش فيها توا لا سي لوف معناها معناها ما تصورش روحك تعيش اوتوما انا مره صار لي انا مره صار لي مشكل صار لي مشكل اداري في الباسبور نتاعي في تونس وهو موضوع ما نحبش نحكي فيه برشا محاله صار لي مشكل اداري معناها وصلت منعت من الصفر ممكن نقولها اول مره خمت حتى في الانتحار بالنسبه لي كنت في حبس كبير كنت سيء معناها كنت تحبست حياتي تعد نعيش الحكايه نعيش لخاطرها معناها فهمت دونك بالحق وليت عندي تونتاتيف سوسيدير شويه في الوقت هذاك خاطر علاش دمت الفتره هذه؟ راه الوقت اللي ممنوع من الصفر اربع شهور اربع شهور دونك وبعد الحمد لله معناها دونك نشكر السلطات الوقت في الوقت هذاك ظهر ما عندي حتى شيء وسافا دونك دونك كنت محجر سفر لسبب ما ما تحبش في شي اس 17 في الوقت هذاك صرت فاغ لي جون الكل في شي اس 17 معناها غلطه اداريه معناها مش فهمتك مش معناها انا عندي دونك بالنسبه لي كان حبس كبير كنت سيء كنت معناها قلت كل يوم نقول اليوم حياتي باش توفى كل نهار نقوم فيه نقول حياتي باش توفى باهي فهمنا حسام اللي انت بالنسبه ليك السفر مساله حياه او موت الجينات عندها دخل داير شهرزاد ومكرم سماو الشركه نتاعهم وندر هو سندروم وندرلاست هكا ولا سي وندرلاست وندرلاست سي لو سندروم نتاع المرض اللي يسميوه مرض سي وندرلاست باهي وبالنسبه لحسام معناها ريالمون معناها لو سندروم معناها موجود لان وقت الواحد يقول لك عندي دي تونتاتيف سويسيدير معناها اوني معناها اوني او توب معناها نتاع لا فيكساسيون نتاع لوبسيسيون
même si c'est un comportement différent. Il est dans la différence. Il n'est pas dans... pathologique. Il est obsessionnel quand même. Mais quand... c'est un comportement obsessionnel, bien sûr. Bon. Mais il sert de modèle. C'est une autre expérience. C'est un autre goût. D'ailleurs, juste pour le voyage seul ou le voyage en couple ou en groupe, le voyage a ses goûts. معناها لا نجم نقول هذا خير لا نجم نقول الاخر اسوأ ما نجموش نقولوا خير اما ربما شخصيه هي اللي تميل الاكثر نوع من السفر نفضل نكون وحدي نفضل نكون جوسكو لا والا لاباند كيسيكلات انا نتصور حسام لو يلقى كومبانيونت ولا كومبانيون معاه باش يولي عنده انا ترجو معناها ان كومبانيون اكثر منه فهمت ان كومبانيون بلوتو اي بون سا بو بعد يوصل تولي معناها ان اكومبانيومون معناها اترنال بوتيتر دو في معناها في اطار مي سي ان كومبانيون دو دو يظهر لي ضيفنا كلمه اترنال يظهر لي تفجعهم باهي مش اترنال باهي تفجعني مش اترنال اترنال بون بون Pour relativiser, bien sûr. D'accord. Mouche mouabed, ben, chalina, hey, c'est vrai, c'est la barche. On a dit, nous, maak, colta, on a dit, mais je me taquette, mouna, à l'acher. Mais en colta, Hossam, il est beaucoup plus dans l'idée du partage. معناها وهم الكل اللي يسون دون هذه ثقافه التقاسم حسام عفوا شهرزاد ومكرم يقسموا في التجربه بتاعهم مع غيرهم سي بو معناها فريمون سي حاجه حلوه برشا داير حسام نفس الشيء في لا ميم شوز ونتصور البقيه يسون دونك هي ثقافه كامله سي ان كومبورتمون هي ثقافه ماهيش مجرد واحد كيما قلنا في البدايه هاز باسبور باش يعمل حدود وباش يتعدى سوني با سا تعرف منهم برشا نضال النوع هذايا في انتوما سي سي ان جروب سي ان جروب دو فواياج اون ا فواياجي بور اون ا فواياجي بور فو اللي تتبادلوا ابسولومون الخبرات اي هذا هو شيرينغ از كيرينغ كما تقول شهرزاد ديما فينالمون سي سي ان جروب دو فواياج là où on publie le retour d'expérience, les bons plans. Shopping, restauration, les meilleurs, voilà, les hotspots. Une sorte de guide du routard. Absolument, mais version tunisienne. Quand tu vois que tu par exemple, il y a tellement de guides qui m'allons les planètes. Voilà, le mouche qui m'a trouvé un retour, voilà, le blain tunisien, le mouche qui m'a trouvé. Acteur, les montamines, le groupe MTACOM, je n'ai pas le moyen d'âge. Femme, mais 15, 16, Hatekshil, notre membre d'honneur, c'est Boura, le gars, Hatekshil. 80-78 ans. Justement, on a vu l'expérience أنا نشوف في رقم هوني سي بوراوي 210 دولة في العالم زرت نعم. مش هما 197 سؤال وجيه برشا لأنه برشا ناس يطلبوه في الحقيقة في الأمم المتحدة فما 198 بلاد في العالم 198 فوالا في نادي الرحالة وفي الرحالات عندنا جزر في المحيط الهادي أو في بقايا أخرين ناخذوا مثلا نتاع فرنسا فرنسا عند الغوادلوب والمارتينيك وموناكو والريونيون اللي هما ماهمش اللي عندهم تابر خاصه او تاريخ خاص مطرفين بهم لدى الامم المتحده ماهمش دول مستقلين لانهم تابعين بعض الدول الكبار 240 عندنا دونك ما هذاك الفرق ما بين البنين دونك انت عملت منهم 210 سي بوراوي هذا هو ايوا شاف اوكي كومون فوز افي شوبي الفيروس كيفاش بداك شنو سميتها حسام انت أولويات قصة الحب لا قصة حب وغرام عشق قصة العشق مع السفر كيفاش بدات والله اول مش نشكرك خاطر قلت لي سمعنا الشبان تو انا مازلت شاب انا معكم لا الشبان في العمر اللي انا اقرب لك ليك انت منهم هما ثاني حاجة وهذا هو هذا هو يظهر لي اللي سفر يبعد الكبرى نهائيا مش تقعد تغنل مانجور لازمك تسافر نهائيا حاجة أخرى زاد منش منها شكون قالها بكري مش موافقه السفر
هو الفيروس في الفيروس دو نحكيه في فيروسات كان مش باين نسمعه في التلفز ولا معش هذه فيروس بر... السفر مرض حقيقي مش أقولك علاش ومش ذويه السفر بسفر أخر حسيت مدة شهرين هكا راسك بدأ يرزن وبدنك مش باهي ودورك من تعمل تتقلق فوتين وتقلق أعمل فواج ترجع معين غير أمورك مريقلة من غير حتى دواء هذه حاجة ثانية كيفاش بدأ السفر سفر أول حاجة أنا تقريبا ربي سبحانه وتعالى يمكن من اللي جان قبل من الكونسيبسيون يمكن وقت الوالد عدالي الحكاية هذه مرحوم والدي كان رئيس محطة أرتال شافنغار خدم في طبربة خدم في جديدة خدم في مسيدي مسكين خدم في جهة صفاقس خدم في سوسة مرتين خدم في تين جو منزة بورقيبة فلذا هذه ديجا أعطات ديجا ظهري فمجان تعدى متى أنه باش يعرف تونس من في القراية رباتني جدي في لأنه هو كان يدور مش ما فهمش يكون بريمير برشا قبل ومش يقار في عملت رباتني جدي في مدرسة الحاج علي سوا في قصر هلال الله يرحمه وديما نقول يا الله يرحمه يتعجب ياسر اللي جيت لأنه كان راجل عظيم ياسر يا ريته كان عندنا كيف أعمل جامع وأعمل مستشفيات وأعمل مبيت في رحبة الغنم خرجوا منه رجالات من تونس فهمتني من بعد تعديت مدرسة بربة خديت فيها سيزية مشاهدة من بعد تعديت المدرسة خزنة دوك تقول لي أنت اللي بديت ساعة تسافر في تونس الساعة وما تنجمش تعرف العالم إذا ما تعرفش بلادك باه تعرفوا بلادكم بالكدي 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 يعني تنجموا تعتبروا اللي فماش بقعة في تونس ما تعرفوهاش بون ديما فهم بلايس جدد باش تشوفوا في تونس اما احنا في تونس في كل جمعه نمشيو دي روندوني نمشيو دي كومبينغ دونك نفس تعملوا دي روندوني في وسط تونس فما مسؤولين كبار ساعات قلت لك كتبت 10 كتب على الرحلات نتاع الدول اللي عملتهم الكل مسؤولين كبار يقولوا البراوي تكتب على توجان وعلى قرمسه تاك دخلت في ليبيا مسؤول كبار مش لازم نسميه ومش لازم نقول شنو قلت له واش بيك في توجان راهي بحذات مطمطه قرمسه بحذا زادت مطمطه ما يعرفوه تقولوا فيني نفزه نفزه تعرفت بالكار الله يرحمهم تقول لهم جبل الشعامبي جنة على وجه الارض في تونس تعرف في مواقف نعرفوها فلذا لازم يعرف بلادو هذه حاجه الوقت فلذا شفت السفره الاولى عملتها في دقه التو مرسومه هنا في ليكول بريمير من هنا معناها بالحجره بالحجره دقه وعندنا بلاد عظيمه ياسر والسؤال ما عرفتش تقوله لي انت بعد ما كانش يقولوا لك انا هي احسن بلد في العالم تعرف شنو نجاوب تونس كيفاش سي بوراوي تونس بعجاله تونس يبدا من بنزرت بنزرت كاب زبيب غار الملح سيدي علي المكي هذو ما يقولوا من الانسان في جهه الجنوب ولا نقول لك ما عمري شفت ولا سمعت بهم اصلا من بعد تهبط لتونس كارتاج وسيدي بوسعيد تتعدى النابل باش تلقى نابل وحمامات وكركوان وقليبيا والهواريه من بعد تزيد تهبط تلقى قروان وتلقى 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 تهبط القرقنه تهبط جرب الدور تلقى الصحراء قصر غيلان شنو هي قصر غيلان؟ الماء السخون وفي تنبك الشتاء منه السماء تعوم فيه اي ما هو احنا سي بوراوي هذا هو اللي حابين نقولوه اليوم اترافير فو يعني السفرات اني تلما واحد ينساق مع الحياه اليوميه مع المشاكل اليوميه مع مصاعب الحياه حتى بلاده يبدا ما يعرفهاش وما يلقاش الوقت باش يزورها دونك انت سي بوراوي تقول لي اللي بديت بتونس واحلى بلاد في العالم هي تونس بالنسبه ليك بالنسبه لينا الكل على خاطر ندور ندور ونرجعوا وفما شكون ما يتصورش روحه حتى يخرج منها رغم غرامه بالسفر والسفره للخارج قبل الجواب هذا باش الناس ما ينغروش مني جمعت ضهرت من توزر تطلع تلقى عاد سبيطلة والقصرين وقيروان وش اسمي الفوق زاد السرس وكسرة وبيلاريجيا في حمد شوف البلاد هذه والعظمة متاعها به أول سفر ما نحكيش على الدقة وعلى الجزائر مشيت لها مرة كقريبة أول سفرة وقت طلعت لفرنسا كملت الرحلات متاعي في التعليم متاعي بديت بتونس وبديت بوردو
عملت ماتسبي ومن بعد مشيت بوردو عملت الدكتوراه وكذا. العام الاولاني كيما كل تونسي كيما حتى وقت اللي عملوا الرحله الاولى والدين انا ما عشتش عند والديا عند جدي، رجعت لوالديا قلت لهم باش نسلم على والديا ونشوف شويه البلاد، يقول لي قالوا تونس وقتها تروح بها منها تو تشوف وتشبع منها، كلامه صحيح. اش قالوا لي العام الثاني؟ قالوا لي لا يستحيل عقلي باش تروح لتونس. يا ودي ما عنديش، اعطونا في 50 دينار بورس الفرنساويين وقتها. ايش باش ناخذ؟ قلت لهم انا راه والديا بعثيني باش نقرا باش نحوس ولد عمي. لازم نروح باش هيدي. قالوا تعرفش كيفاش؟ باش تمشي معنا. واحنا باش نكلفوا بكل شيء. باش نعمل معاهم انا يا غيما. من تولوز قالوا لي نشروا لك ساكادو. شروا لي ساكادو. تولوز، غرنوبل، سويسرا، بلجيكا، لوكسمبور، المانيا، هولندا، والبي سكاندناف الكل. تقريبا جزء كبير من اوروبا. من اوروبا. انا خرجت بفرنك ما عنديش نجيب بيه. شراو لي ساكادو والغالي تعرف وقتها باش نسمع الاخرين يسمعوا ويفهموا ما كانش فما حتى شيء اللي يخوف. ما تقولش كلمه اللي يقولوا فيها ديما، فهمتي؟ معناها توقف اي كرهبه اي بيس توقف لك تعمل هكا توقف لك. دونك نمشيو مع بعضنا كنا 20 تقريبا. اش نعملوا؟ نهبطوا في سويسرا نمشيو في اوبرج او نباتوا بوتيل هذه نسموها برشا الاخرين نظاره واللي اسمه نمشيو لوتيل نباتوا ثلاثه ليالي باش نخلصوا ما عنديش فلوس نخلص نغسلوا الماون نفرشوا الملحف لا بلونج لا بلونج ندخلوا الكوجينه نسربوا روس حنا غدوه الصباح نقوموا الخمسه نتاع الصباح نمشوا لمارشي دو كرو نهبطوا الطماطم الفلفل اليوم انا شباب يقوم الاربعه نتاع العشيه في الصيف ثلاثة شهور راحه يا الاربعه نتاع العشيه والام تقول له عجبتكش اللي قهيوه يا ولدي ليش تقوم الخمسه نتاع الصباح؟ سامحني سي بوراوي سي انكور بوسيبل يعني بون شفنا مكرم وشهرزاد خدموا باش تخلص السفر نتاعك اذا كانك ما عندكش ماديات تخدم حسامه بيان سور كيف في الافريك دو سود في السنتر نتاع البريفونسيون دي روكان هو شنو معناتها تدفع صوم صغيره وانت لوجي نوغي وتخدم في خدمه وعندك وقت حيز زمني مثلا تلقى عندك مثلا لي جور دو كونجي نتاعك ولا اذا كان تخدم اون ميتون انت تخرج ترا فيهم البلاد دونك ديجا سي ان استوس معناها في لي فواياج نتاعك انك تسافر ما عندكش برشا فلوس تخدم تلم شويه فلوس وتكمل داير بروشينمون تقبلت في بروجرام تاع بريفونسيون تاع لي تورتو مارين تاع السلاحف البحريه في كوستاريكا دونك باش نمشي لغاديكا لو جينوري نخدم شطر نهار و تصور فلوس باش تنجم دونك تقول سي بوراوي اللي وقتها تنجم تدبر راسك اوبيرج دو جونيس تخدم لا بلونج تسربي تخلص السيجور نتاعك تغلط على بلاد اثنيه هذيك نتاع فوق سويسرا لوكسمبور تلقى بداوا يجموا في العنب تجمع العنب وتبات في الكاف نتاع مع الخدامه الفلاحه تتعدى حاسينه ما نطولش درناك البلدان هذوك الكل خرجت من غير حتى مليم روحت جيبي معبي بالفلوس والساكادو معبي بالفلوس. هذه لازم يفهموه الصغار الشباب نتاعنا اليوم، اكل هات لي يا بابا هات لي يا ام هات لي يا عم يا خال، عمل على روحك، احسن حاجه في الحياه ونصيحه تعطيها للشخص وخاصه للصغار هنا، عمل على روحك لو سيستيم دي، لازمك تحل المشاكل، انسى بوكمك يقريوك ويوصلوك البكالوريا، من بعد الامريكان اليوم بيل جيتس ملياردير اغنى واحد في العالم، وقت ولده ياخذ الباك يقول له برا شخر مع روحك. اي بون احنا عندنا شويه دلول ماك تعرف برشا مش برشا هذا حبيت نقول يعمل على روحه حاجه اخرى تو الاخرين زاد تقول لك مثلا ما عادش فما ستوب فما الكونفواتوراج في فرنسا وفي الدول الاخرين تكتب في الانترنت وعندكم انتم حاجه عظيمه ياسر الانترنت اليوم تدخل ما كانتش موجوده سي فغي تدخل تكتب الاسم تاع الحصه هذه طلع حركه انترنت في الارجنتين تروح تتكلم فلذا تدخل كونفواتيوراج تقول له مراني باش نقصد ربي من مارسي لسويسرا نهار الفلاني 20 جواب يجوك راهو كذا كذا وتعطيه رمزي تصب معاه شويه صنص فلذا ينجم برشا ناس يقول لك انا مانيش يغني انا ما عنديش فلوس اي ما هذا هو الاشكال واللي باش نسالك ان توت انديسكريسيون سي بوراوي انت لاباس عليك انا فوز افي دو غرو مويان شهر شهر ككل جميع الاساتذه كنت استاذ تعليم عالي ناخذ الشهريه كل اخر شهر والجمعه الاخرى نبدا نستناو فك نهار 31 و29 كيفاش شهر ينجم تقريبا يدور العالم؟ هذا زاد السؤال الباهي ياسر
كيفاش توصل 214 بيت؟ تو مني باش نعطيهم النصائح يمكن بعد باش نحكيو على النصائح في بعد ما الاسئله الاخرى. النصائح النصيحه الاولى لليوم برشا ناس كيما تمشي للمارشي كبير كان تمشي نهار السبت ونهار الاحد باش تسد الصف في كل شيء وما تلقاش بقعه باش تحط الكرهبه والبيوس معبيين شنو نعملوا؟ فما عندك من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر الوتله في العالم كامل يفرغوا ويخدم تمشي تخدم على روحها ويقراوا ومن 15 جانفي ل 15 ماي كل يفرغوا. نحكي لك على الميسفير نتاعنا الفقاري خاطر تعرف وقت احنا توا شتاء الاخر في افريقيا الجنوبيه عندهم واحد تختار فلذا الاسوام في الاوقات هذوما رخاص الطائرات يرخصوا والوتل يرخصوا حاجه اخرى الكونفواتيوراج تتكلم تاخذ بلاصه في الـ في الـ في الـ الكار او في الكهرباء وتركب مع ناس اخرين وتخلص كذا كذا هذا الكل انا بالنسبه لي يعني سيستم دي الكل سيستم دي فوسو دي بوي في افريقيا اللي زرت برشا بلدان افريقيا نتاعنا اللي احنا فرقه خاطر في الارجنتين وفي امريكا ما يصدقوش اللي احنا فرقه راهو قلت له يقول لك احنا لا فرقه وباللون نقول لهم فما في شمال افريقيا فما فرقه تلعب مش غامقين ياسر ابيض شويه من فهمتني يقول لك يفو دي بروي سي بوراوي دونك انا نفهم اللي بعد القرايه بعد ما تخرجت بعد ما كملت وليت مكرس حياتك للسفر تخدم تلم تسافر انا قريت اختيار من عندي اني باش نقعد باش نسمعك بالكدا سامحني تفضل خاطر يظل لي الحكايه مشوقه اختيار مني عندما روحت اخترت ندرس كان في مكاتب مهندسي قريت شويه في كليه العلوم وقريت شويه في كليه الطب نتاع تونس بعض كليات اخرين اخترت باش نعمل مكتب مهندسي علاش مكاتب مهندسي وهذا يعرفوه او يمكن مش يعرفوه انه لومبلوي دي تون جدول الاوقات والاعمال في مكاتب المهندسين يطلع كل اسبوع في الكليات بصفه عامه او مكاتب اخرى بستة اشهر في شرطه بعضهم كيف يخرج كل اسبوع النجم انا الكيمياء والفيزياء والصناعات الغذائيه نقريهم مثلا في 6 اشهر الاولاني ونعمل شويه اللي يلزمني نخدمهم نلقى روحي نقري 6 اشهر شوي ابحاث وشوي وعندك فاكونس في 6 اشهر والفاكونس في 6 اشهر وهذاك علاش يقولوا لي علاش عملت كيفاش وصلت 214 نقول لهم اولا جدول الاوقات يسمح لي ولا عنده البنيه او اخته ولا كذا البنات والنساء باهي برشا لهم التعليم لانهم يلقاو توازن ما بين الدار والقرايه والعمل والا زاد معناها يخطا التعليم ما فيش وكان ما كنتش في التعليم ما كنتش نجم 210 يستحيل هذه حاجه ثاني حاجه اللي زاد حاجه اللي باش نقولها اللي حتى اللي يمكن ليزاجونس دو فواياج اي وكالات الاسفار ما يعرفوهمش ما يقولوهمش فهمتي كيفاش؟ باش نجي ناخذ مثل من هنا لافريقيا الجنوبيه نقولوا تسكر اليوم 1000 دينار نقولوا ونسيت اللي قلت لكم على الاسوام الانترنت تدخل الانترنت فما ناس يعملوا تونس مرسيليا تونس ب 20 يورو اليوم كيفاش العمليه هذه؟ تمشي للمطار ستاند باي تسمى كان الطائره معبيه تستنى غدوه ولا غد شنوش يركبوا الطائره كيما بعض الحوايج احنا يحطوا الدوبل والا غدوه يقول لك غدوه تبدا اسمك مكتوب اه تفضل سي فلان ايش راهو عندك بلايصه ب 20 يورو ويمشي القانون موجود عالميا حتى على تونس مش طبق فيه هذا مشكل من المشاكل الاخرى كي تمشي من تونس لجنوب افريقيا يتبعوا الناس في الخريطه من تونس لجنوب افريقيا نفس الاتجاه مش تمشي لتالي وتمشي على اليسار وترجع نفس الاتجاه كي تبدا في نفس الاتجاه في السفر نجم تهبط في مصر الانسان ما يعرفش مصر نفر نفس الاتجاه بعد مصر يعمل كينيا افيك لي سفاري انا حاجه فرنساوي وقت كنت نقرا يقول لك مشي لكينيا كانوا مشي للقمر تمشي للزيمبابوي من بعد لتنزانيا افريقيا الجنوبيه هذا الكل نفس الاتجاه نفس الثمن بك الألف دينار تهبط في البلدان هذوما تنجم تعدي نهارين ثلاثه وتعمل الحوايج هذوما وتشوف نعمل خمسه بلدان بتسكره واحده
ممكن كما يقول جيكزاجير بوتيتر تو غلات اكثر شويه. وثاني حاجه فما في عوض تعمل بلف دينار تولي بلف ومئتين دينار، لكن 1200 دينار وتعمل خمسه بلدان، والمره الجايه تمشي عنده في دبي يهبط في القاهره يمشي لفلسطين يمشي للاردن يمشي كذا نفس السوم هو وتونس الدوحه. هذه بالنسبة للبيئة، لكن فيما يتعلق بالعيشة في هالخمسة بلدان اللي ذكرتهم، وإحنا نعرفوا حالة الدينار منذ سنوات. لا نحكي على القديم. صعب السفر في السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة نرجع للحكاية اللي قلتها لي أنت بكري، كبرت في السن ما نجموش وأنا صغير وما فهمش تأشيرات وكذا، كنت نرقد في على البنك في الترينو في اللانجار ونربح لي التوتيل، نرقد في المطار على الكرسي نربح لي التوتيل، نعمل ثلاث ايام نمشي للمطار نرقد خاطر فما وتله في العالم اجمع، الكار ما بين الوتيل وصل البلاد بلاش، نركب فيك الكار بلاش، انا باش نمشي انا روحي ناخذ الطائره، ما ناخذش الطائره ناخذ بون بيبليك نرقد على الكرسي، ربحت ثلاث ليل. في لي زوبرج جونيس اسوا معقوله مضايف شبه، وهذاك علاش نحط زاده ميساج نعديه للمخيان هنا والاولياء يحطوا ولادهم اكل فيروس اكل مرض باش يركب البدن نتاع ولده، عندنا الكشافه وعندنا مصايف الشباب باش يعرف بلاده، فما طرق السيستيم دي هذا اللي قلنا يفونسيو دي بروي موجودين اون سانفورم، فما انترنت فما في الجرايد يكتبوا، فهمتني؟ هذوما لي زاجونس قلت لك تسكري تونس باريس، قول له اعطيني تونس لافريك دي سود وباش نهبط في مصر وباش نهبط، يقول لك لا ما عنديش انا هذه. باهي سي بوراوي، العيشه هذيا اللي كنت تحكي لي عليها تتلائم مع الحياه الزوجيه؟ لا، زوجتي وقت خذيتها مشات لزوج بلدان في العالم تقريبا. وخذيتها ما نحكيش على قصه الزواج خاطر انا نقول نكته برك باهيه، خاطر الموسم الفلاني وشعبان والمواسم برشا، الرجل يفلسوه قبل ما يوصل للعرس. انا في العرس نتاعي ملكت السته نتاع العشيه عرست التسعه نتاع الليل. فما حتى موسم. لا ليله شعبان ولا ليله رمضان. دونك تكلف لي تقريبا 200 دينار وقتها. نعملوا حصه اخرى كان تحبوا باش نفسر لكم كل شيء. يعني انا نعزف العود وعندي اصحابي قريوا معايا في الجزائر، قريت في الجزائر في الجامعات قسنطينه وعنبه، سوريين يعزفوا العود جاوا هما حاضرين معايا، مره انا نعزف ومره نشرح مع مرتي ومره نقعد بحذا مرتي اللي يجوا باش يهنون، فتكلف لي 200 دينار. صحابي جابوا لي القطوات والبيعات، وصاحبي في حمامات اعطاني البوا دوني نتاعو قال لي يا براوي في بالي بك تعرس، قال لي ما تشلو قلت واش نعرس، ورجعت من الهند بعد شهر في الهند ثلاث ايام قبل ما نعرس، لانه فما ناس يحبوني برشا مشاو لمرتي قالوا لي ودي سايب الراجل سايب الراجل راهو 100% باش ينسى العرس نتاعو وقتاش، راهو ما تعملش فير بار وما عملوش فير بار. حاسين دونك هذاك عرفت اونكور اون فوا سو ديبروي ويعمل على روحه وعلى المولى سبحانه وتعالى. باهي اسكي لا شوبي لو فيروس ولات كيفك زوجتك سي بوراوي؟ لا زوجتي بارك الله فيك في تذكرني في زوجتي وقت نساها. العمليه نتاع الفيروس مرت زوج بلدان وصلت توا تقريبا معايا 100 110 اللي عملت معايا، ما عملتش الكل عملت برشا، لكن ولات كانت تقلق تونس استراليا 30 ساعه طياره تنسى روحك اللي في الطياره، هي ولات تقول لك هي الابعاد عليا ما سفيني، لان كنت كاتب عام تاع الجامعه الافريقيه نتاع الركبي وكنت نائب رئيس الجامعه العالميه نتاع الركبي، دونك فما دي فواياج دي كونغري خالصين من عندهم، قول لي امشي معاها تقول لي هذه 30 ساعه طار وكان ما ادريش تعمل لي ما نمشيش، دونك حاولت 100 والولاد دونك دخلت زاده في الرحلات، والولاد كانوا عندي كي تشوفهم في التصور تلقاهم يمكن يطلعوا دو كومبين كار، واحد صغير واحد كبير، هذاك كنت قعدت اربع خمس سنين في جوج بعضهم، الوليدات اللي عمرهم 8 سنين حتى 13 عام تو عمرهم تقريبا 38 فهمتي، في الكومبين كار نخرجوا بالكومبين كار نعملوا دور تشطر اوروبا ما نصبوا كل مازوت، كل الماكله الكل تتهز من هنا العظام اللحم الكل، لانه الكومبين كار فيه الفريجيدار فيه التلفزه فيه كل شيء، الكراسي الوسطانيين كيما هذا يتحلوا تولي فريش الصغار
والفريش والسقف الفوقاني يطلع يولي فريش، لا اوتيل لا ماكله. اي اما نتفقوا سي بولا، مش سهل انك تكون عندك كامبينغ كار، ماهيش حاجه، ماهيش حاجه رخيصه الكامبينغ كار. والله شريتها من عند سفير من السفاره وقتها مروح من تونس، يعني فرصه جات، جات فرصه طلبتها. تمشي لبلجيكا او المانيا اليوم، الكامبينغ كار اللي تعمل جديده 30,000 يورو ها تلقاها في أكثر السوق، اكثر من 90 مليون بفلوسنا، اكثر من 90 مليون. اما كيف والله وراسك فما دي كومبين كار وقت تدخل لهم خير من فيلا. وفي اوروبا توا عاملين برشا ناس يشريوا كومبين كار وما يبنيوش، يعني تكلموا بالفيلات 200 و300 وب 500 مليون هنا قبر الحياه. وفما بلاد مش لازم نسميهم عمرهم اللي يشريوا ديار، اما ملكين العالم الكل، لانه يقول لك دور معروف من غير ما نسمي مش لازم نسميها البلاد. باهي في هال 214 البلاد اللي زرتهم سي بوراوي، نعم، اكثر البلدان اللي تعتبر اثروا في شخصيتك. والله شوف الجواب، السؤال الجواب هذا بتاعه، كل بلاد حلوه وكل بلاد عندها خاصيتها. اللي اثروا اولا فما حاجه قويه برشا برشا ناس ما يعرفوهاش، ونهار كل في المحاضرات يقولوا لي، قول لي باهي واش عملت بالفواجات. قلت لهم اول حاجه انا غرام شخصي، وهو زاد قال لي واحد واش عملت للبلاد ربحت البلاد. قلت لهم نحكيو على البلاد كل مره نمشيو، نحكي لهم على تونس وشنو ما عادات تونس وشنو ما تقاليد تونس وشكون تونس. في الارجنتين نحب نقول لك، في الارجنتين عام 98 بعد ما قال لي مكش افريقي وفهمت اللي انا افريقي، قال لي هبطوش من الجر في تونس. في ساعه ضرب مخي وديبروي، قلت هذا فهمته، معني يحب يقول من كي القرود ده مازلنا عايشين الفوق، منا في افريقيا، وافريقيا معروفه بحير. قلت له والله بدينا نهبطوا، انا برشا هبطوا منهم انا وانا جيتكم لهنا، اما الاخرين قاعدين يهبطوا فهمتي. قعدت نخزر له بحر، قلت له اخي لا يتفت لك ولا بمجد، نعرفوا بالمجد نتاعو توا ما في شك، فما فضائيات، فضائيات نتاعكم فهمتي، قربت برشا البلدان لبعضها فضائيات. برشا ناس توا لو يعرفوا الارجنتين فين جات والاخرى فين جات وكذا، لكن كي تمشي للناس تحكي لهم على بلادك وتعيش مع معاهم هما، تعرف على كل شيء، شفنا بكري يتصاور وكذا، فهمت؟ سي ريشيس اكسترا اوردينير، معناها ما تشريهاش. عندي شكون انا في حياته خدم معايا وشري 500 زيتونه بالربيع له، هاك يجي شويه زيت بلاش في الاخر العام، انا وقت عملت 214 بلاد حقها مليون زيتونه. هذا لازم يفهم الانسان والخروج. دونك انت سي بوراوي تعتبر اللي هو هذا الثراء الحقيقي، سيت ريشيس اللي يكتسبها المرء بالسفر. هذا اكبر حاجه تربحها في بلدك. تعرف بلادك وتتعرف على الناس. فما فيلسوف فرنساوي بروست يقول اعز حاجه في لي فواياج سي با بور غاردي دي لي مونتاني ولي ريفيير والعباد الاخرين وكذا، سي دو شونجي دو زيو، باش عينيك يتبدلوا، دو مشكل عينين اللي تشوف بهم الحيط هذاك عينين اخرين يولوا عندك. تتعلم لا توليرانس التسامح، تولي تتكلم مع الناس تعرف هو شكون وانت شكونه. ثاني حاجه نقولها ونرجع لك الكلمه، وكان نقول الناس الكل تعرف بعضها، ما تفهمش ما تبدا حروب، ما تفهمش حروب، رانا اليد في اليد. سي سلاح ينجم أي إن كان يوصل للمرحلة هذه، أنه يكون متسامح، أنه يتحل ذهنه على العالم، أنه الناس كل تولي تحب بعضها، سي با ان بو يوتوبيك ولا نظرة ربما فيها جانب مثالي ولكن جانب نضالي أيضا، معناها باش يوصل العالم الكل الى هذه اللحظه هو مع الاسف ما وصلهاش، معناها وديما يبحث عليها، ولكن ممكنه في محيطات على الاقل، لانه السفر احنا بقطع نظر على مفهوم الجان والجين نتاع نقولوا نحن، معناها اللي هو ثم فيكساسيون ولا ثم اوبسيسيون، ثم جوانب اخرى تفضل عليها الان سي بوراوي ذكرها، واللي هي جوانب عظيمه جدا معنا في تجربة السفر. يعني هل خلق متاع مجتمعي، لأن السفر هو محرك ستاموتر متاع مجتمعية مختلفة متاع ينوتر سوسيابيليتي، معنا مش قائمة على روحك بقدر ما هي قائمة على روحك والأخ، معنا النحن والأخ، موا إلوتر، معناها تولي تاخذ بعين الاعتبار الآخر
بين ظفرين، ما عادش يهمك شكون الاخر هذايا، ما عادش تسميه بين ظفرين البدائي، ما عادش تسمى كلمه بدائي بريميتيف. الاخر كله هو عنده ثقافه ايا كان بمفاهيم العظيمه لكل شعب امكن له ان يتواصل في التاريخ. ما عادش تسمى شعب اسمه بريميمون دوزيامون تروزيامون كما قالت كلير بيرتشلير، اذا هي معناها الله يرحمها مازالت كي توفات في فيفري اللي فات، قالت اللي يبحثوا على العالم الثالث ماشيين يزوروا فيهم هو على 7 محطات نتاع مترو، العالم الرابع موجود في فرنسا. دونك يعني مش هذا الهدف. دونك احترام تولي تتعلم فعلا قيم التسامح، قيم الاحترام الاخر تتعلم منه، لانك انت جيت مش باش تسيطر عليه، جيت باش تتعلم منه. يعني هذا كله عظيم جدا في بناء ثقافه انسانيه مختلفه فيها الاحترام بين الاجناس وبين الالوان وبين الاعراق وبين يعني بين الاديان وبين الثقافات الكل، واحترام الاخر في ذاته قطع نظر على انتماءاته لونه دينه جنسه سنه. يعني هذه كل تسقط أمام لا ديكوفيرت، أمام اكتشاف الآخر. إذا فعلا هو صحيح المشروع هذا مازال قدام اللي نراو فيه، لكن لا يجب أن على خاطر العالم قاعد ينزلوا دينا بطبيعة الحال يتسكر برشا، لازمنا نعترفوا اللي العالم بطبيعة الحال العالم قاعد يتسكر سي با ايفيدون. في الـ في الـ في الجروب نتاعكم نضال، تحس اللي فما نوع من الإحباط بالنسبة للعالم اللي قاعد يتسكر على الشبان؟ لا والله لا. ولا فما اختيارات أخرى، اختيارات متاع الديستيناسيون اللي كنا نحكيو عليه، وراه مش بالضرورة أنك تاخذ فيزا شنغان باش تسافر وباش تكتشف العالم. أبسوليمون، احنا نوتخو باسبور الباسبور التونسي راهو شكون في بالكم راهو أقوى باسبور، أقوى من الباسبور المغربي، أقوى من الباسبور الجزيري، أقوى من الباسبور الليبي المصري. حتى في افريقيا هذول كلاسي بارمي لي 10 بروميير باسبور. دونك كما قال الاولاد يسمح لنا باش نسافروا على الاقل 77 80 خاصه تقريب بلاد. واحنا سيغ لو جروب دون افاجي بور فو دار جو بروفيت، خاطر تبارك الله المعرفه الهائله هذه نتاع الجماعه الكل سي غراس او جروب دون افاجي بور فو اللي عرفتهم. جو بروفيت بور جوستومون pour dire que tout le mérite revient à mon amie Olfa, c'est elle qui a créé le groupe, et je salue tous les membres bien sûr, c'est notre équipe en or, et c'est grâce à cette équipe qu'on a mis en place une charte en harmonie. On a comme le règlement intérieur dans le groupe, et on a essayé de باش جوستومون نتقربوا، خاطر كيما قال سي بولا تحس اللي لي فواياجور عندهم نوع من رحابة الصدر او الانفتاح عن العالم او التسامح اللي كان يحكي عليهم سي بوراوي، مختلفين على نحكي على جروبات اخرين، شنو اكلينا، وين قعدنا، وين سهرنا، شنو اللي عملنا، سافرنا، لانه السفر تحسه مختلف على الغرام بأي حاجة أخرى. إي صحيح، خاطر سي توفي نورمال، كما قال بكري حتى سي بوراوي، أنا نجم نعتبر أنه سكي بيرمي شنو اللي خلى البلدان أنها تعمل الحرب هو سي مونك دو كوميونيكاسيون، أنهم قعدوا بعاد على بعضهم، نفس الشيء في جروبنا ولا في زوتر جروب، احنا أون في تخيز أتونسيون، يهمنا برشا المعلومة اللي تبارتاجها في الجروب. On a voyagé pour vous. C'est normal, il y a une dimension autre. Il y a un retour dans les voyages. Ou dis-moi, je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si 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 je مثلا المطعم اللي مشيت كليت فيه، والا عندهم عقليه اخرى، عقليه مختلفه. ابسولي، انا نقول لك باغ اكزومبل مع جمعيات عملنا اون اكسيون، نذكر ونسلم عليهم برشا، جمعيه مرام عملنا اون اكسيون، سي ان اكزومبل صغير، مثال باش يوريك اللي كيفاش العباد بالحق تحب تعاون، مش بالضروره يكون المشكل مربوط بعالم السفر، اما حاولنا باش عملنا برشا بليزيور اكسيون دو شاريتي مع الجمعيات، وتحس لي مومبر في اي وين ما اون لونس ان ابيل تلقاهم موجودين حاضرين. ما نعرفش، ما نحبش نقارن بين جروبنا ولي زوتخو جروب، حبيت نتاكد اللي وقت اللي تبدا تسافر وتسافر برشا وتكتشف العالم، تكون عندك نظره اخرى
حتى في حياتك اليومية، حتى في تعاملك مع الناس، وخاصة وقت اللي تختار مش أسهل طريقة باش تسافر فيها باش نقدم لكم ضيف من ضيوفنا اللي مختارش الطريقة الأسهل باش يسافر مباشرة بعد الفاصل.